أصحاب اللابتوب، أصحاب الأجهزة، الآيفون، الآيباد، كل الأجهزة. الله الله، لا تسمع فيها إلا خير، ولا تضع فيها إلا خير، ولا تنشر فيها إلا خير. تراها إما شاهد لك أو شاهد عليك. والله يفرحني مقطع في اليوتيوب عدد مشاهدات 10 مليون، مقطع خير. قلت يا هنيئا للي وضعها، يا هنيئا للي وضع المقطع هذا. حسنات تدر عليه، حي وميت ورايح وماكل وشارب، حسنات. ومقطع آخر خبيث، قلت أعزي اللي وضع المقطع هذا، كل ذنوب الناس على ظهرها. تدرون بعض الناس حاضر معنا المحاضرة الآن أو يشاهدنا الآن، الآن يشاهدنا ومسكين تعبي عليه سيئات. تعرفون ليش؟ لأنه مرسل أغنية لفلان يسمعها فلان الآن، مرسل إيميل لفلان يسمع فلان الآن، نزل مقطع خبيث يشوفونه الناس الآن، وجالس ذكر وحسنات تصب عليه، سيئات تصب عليه. أعوذ بالله. وفي قبره الأم اللي رأت الرؤية العظيمة أن كلاب تأتي على قبر ابنها وتبول، أعزكم الله وملائكة السامعين ومشاهدين، ها عندما فسرت الرؤية إيش قال؟ قال هذه سيئات إلى الآن تصب على قبرك، على قبر ابنك، سيئات تصب على قبر ابنك. فلما استفحصت الأمر وجدت نعم ابنها كان يرسل مقاطع للناس والعياذ بالله، قال تصدقي عنه وتوبي وحاولي وحاولي. فهل ترضى هذا الشيء؟ الله الله، لا تبث إلا خير عشان يجيك خير. أنت من الشر ترى يجيك شر يا أخي، يكفي ذنوبي تحمل ذنوب غيري. قبل أن تنشر صورة خليعة أو رابط أغنية أو فيديو مخل، تذكر هذا الوعيد. قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. تحمل ذنبك وذنب كل من سمع الأغنية التي نشرت أو الصورة أو الفيديو الخليع. ثم يا أخي وأختي، ما الذي يجعل الإنسان يتحمل هذه الذنوب وهو في غنى عنها؟ ما الفائدة من نشر هذه الأشياء التي تغضب الله؟ قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تخيل أن تخصم يوم القيامة لمن أضللت دون أن تعلم بسبب نشرك لما يغضب الله. ربما هذه الأشياء التي تنشرها يشاهدها أو يسمعها العشرات وربما المئات وربما ألوف وملايين، كل هذه الذنوب تتحملها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بعد موتك وأنت في قبرك تظل هذه الذنوب سيئات جارية. الآن إذا كنت نشرت مثل هذه الأشياء استغفر الله وتب إليه واحذفها إن كانت مقطع يوتيوب أو في مواقع التواصل الخاصة بك. تخيل معي لو كنت تنشر التلاوات والمحاضرات والأحاديث والأدعية والأذكار، كم من الأجور ستنال وأنت على فراشك نائم أو أنت تأكل وتشرب. كل من يسمع أو يشاهد ما تنشره من تلاوات ومحاضرات نافعة وأحاديث تنال الأجر من الله، لأن الدال على الخير كفاعله ما أروع الحسنات الجارية. حتى بعد موتك تنهال عليك الحسنات في قبرك. الآن بيدك الاختيار، إما حسنات جارية ترضي الله أو سيئات جارية تغضب الله. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة، فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث في عصر من العصور أن يقول داعي محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هزر وأنت لا تدري. كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك؟ فحاول أن تبدع في نشر الخير واجعل لك في كل جهاز علما ينتفع به تقوم أنت بنشره. وسائل الهاتف، الحاسب الآلي، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، بكل شيء فيه إرسال تقوم بنشر هذا الخير. وبحسب توفيق الله تعالى تؤسس لك علما ينتفع به، ولكن بشرط أن تتأكد قبل أن ترسل. والله أنا أحيانا عندما يكتبوا لي في آخر رسائل انشر تؤجر أقول لبعضهم لا تنشر تؤجر، لأن بعض الناس ينشر كل شيء ديني يصل إليه
فكم من أحاديث موضوعة لا أصل لها دارت، وكم من معلومة خاطئة لا أساس لها انتشرت، فيهدم الإنسان بدل أن يبني. وقد يقول قائل: كيف أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ ألست عالما؟ الجواب: إذن انقل عن العلماء، فإذا جاءك شيء من عالم بالصوت أو بالصوت والصورة فانشره، أو جاءك شيء مكتوب من شخص أنت تعلم أنه لا ينشر كل ما جاء بل هو ثقة يتأكد وينقل على العلماء، فهذا انشر عنه، نعم هنا تؤجر عليه. وإلا فلا تنشر كلاما لا تعلم سنده، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واسمح لي أن أبشرك، نعم أبشرك بأنك لو علمت الناس الخير فإنه سيحدث لك شيء عظيم ولكنك لا تسمعه ولا تحس به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا الله، تخيل لو استطعت أن تسمعهم وهم يصلون عليك، يعني يستغفرون لك، أنا لا أظن أن قلبك سيستحمل ذلك. أحب أن أقول لكل فتاة تضع صورا فاتنة لنساء أو غير ذلك، سواء في الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر، أقول لها: يا أختي الكريمة، اتق الله عز وجل وحاسبي نفسك، بالله عليك ماذا تستفيدين؟ اسألي نفسك أختي الكريمة، والله أنك سوف تودعين هذه الحياة الدنيا يوما ما، أيرضيك أن تودعينها وقد تركت هذه الصورة الفاتنة تفتن هذا وهذاك بأي شكل من الأشكال؟ أيرضيك أن تدخلين قبرك وقد تركت هذه الفتنة وهذه الصورة تجر عليك الويلات والذنوب والسيئات في قبرك؟ والله إن الواحد منكن عساها أن تتحمل ذنوبها وتقصيرها، فكيف تتحمل ذنوب الناس وأوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ والله عز وجل يقول: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ذنوبهم، ذنوبهم تأتي سيئاتهم فتدخل معهم في قبورهم بسبب ما فعلوه في الدنيا من المعاصي وخلفوه بعدهم. أختي الكريمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. والله ما تستطيعين تحملين ذنوب الناس، كيف بك يوم أن تقفين بين يدي الله فتأتيك الذنوب فتقولين: يا رب يا رب ما عملت هذه الذنوب؟ فيقول الله: نعم، ولكنها الصورة الفلانية والمقطع الفلاني والفتنة الفلانية التي نشرتيها وعلقتيها، انفتن بها هذا وهذاك ونقلت لها تلك وتلك حتى جمعت لك هذه الذنوب الكثيرة، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حالك في هذا الموقف العظيم؟ والله ما تسوى عليك. فالآن استبدلي وغيري إلى خير وإلى فلاح، تفلحين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ستذكر، هكذا ستذكرين. املأوا صحائفكم بما شئتم، ستقرأ كتابك يوم القيامة، كل منا سيعطى ويقال له: اقرأ اقرأ، اكتب الآن ما سوف تقرأه غدا، افعل الآن ما سوف يعرض عليك غدا. تويتر جعل لكل شخص محطة فضائية خاصة به ينقل ما يجول بخاطره، فكان نعمة على البعض ونقمة على آخرين، فمنهم من إذا تجولت بحسابهم وجدت الذكر والصلاح والخير يقطر من كلماتهم، ومنهم من تجده بين سخرية وسب وقذف، وفجأة يأتي خبر الوفاة. فكم من الموتى الآن وعداد حسناتهم يعمل إلى هذه اللحظة، فمنذ وفاتهم ولا زالت تغريداتهم موجودة إلى هذه اللحظة. غالبا في التويتر أو الفيسبوك أو المواقع الإلكترونية الناس تسوي بعد ما يموت، أغلب الناس يدشون حسابه يشوفون من فلان هذا الذي توفي، شنو كانت حياته، شنو كان يقول،
شنو رسائله التي كان يغرد بها؟ وهني المصيبة، هني الكارثة. في ناس فاتحة صفحات في الفيسبوك حاطة صور سيئة، حاطة أفلام سيئة، حاطة كلمات أعوذ بالله، ما في غير أغاني وبعض الطرب هذا بعد ما يموت الصفحة ما راح تتسكر. المشكلة أن هذا الأمر باق وسوف يستمر. فلتتعب بهذه التكنولوجيا فهي شاهدة لك أو عليك، وإن تغريداتك وتدويناتك هي صورة مصغرة لصحيفة أعمالك التي لا يفوتها أي عمل تفعله أو قول تنطقه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. دش اليوم على حسابك، عندك في التويتر، إذا عندك فيسبوك دش واقرأ، اقرأ لين يقف وشوف الرسائل اللي تتمنى بعد موتك الناس تقرأها وتحفظها وتعيد إرسالها مرة ثانية، سوي لها ريتويت مرة ثانية وثالثة، اللي تتمنى. والرسالة اللي خايف إنها تنتشر عنك بعد موتك نصيحة، الغيها امسحها على طول. ترى أنت ما تضمن حتى بعد نهاية البرنامج أن تبقى، والله ما حد فيني يضمن. أقسم بالله ما أضمن أن أرجع إلى بيتي، ما أضمن أن أقوم من مجلسي هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نظف كل ملفاتك، الكمبيوتر، التليفون، صفحات الانترنت، المواقع اللي انت مسويها، هذول اللي حاطين لهم افلام ومسلسلات واغاني وكليبات من الستينات 50 سنة الى اليوم يعاد عرضها، 50 سنة وهم في قبورهم وميزان السيئات يجري. وشوف على النقيض القراء اللي من الخمسينات أصواتهم والناس تسمع قراءتهم، يا الله. أصحاب العلم في الكتب اللي الناس تقرأ علومهم إلى اليوم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة أنك تشوفه، تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها. لا تقل غدا، والله اليوم نصيحة الليلة. افتح تغريداتك امسح شو كاتب شو منزل، شو الصور هذه، شو الروابط اللي حاطها. والله الناس باكر راح يقرون هذه الكلمات اللي كتبتها. ابدأ بداية صحيحة. إياك أن تشهد لك الناس بالشر، احرص لك إذا مت يقال وجبت جنة عرضها السماوات والأرض بشهادة الصالحين. والله هنيئا لمن هم الآن في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير. اللهم احسن خواتيمنا، حياتك وانت حر، ترى ما حد جابرك على شيء، لكن اختر أي الطريقين تريد، فهي إما جنة وإما الأخرى نار تلظى. أسأل الله العافية. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل.